وصلنا تقرير اليوم في احد المسالخ يعني خروف مصاب بمرض معين. اتمنى من الاخوان في البلديه الاهتمام بهذا التقرير هذا يعني لما وانا اشكرهم اكتشفوا المرض وبعث لنا هذا التقرير. هناك خرفان بالكويت مصابه بمرض جدري امراض معينه، يجب دور الهيئه العامه للزراعه والثروه السمكيه انها تدقق على هذا التقرير وايضا تتابع، ويا ليت يكون هناك تواصل، ويا ليت الاخوان في الاعداد يتصلون في البلديه ويتصلون في الهيئه العامه للزراعه والثروه السمكيه يوم السبت القادم للرد على هذا التقرير ان كان هناك تعاون وتجاوب. شوفوا التقرير الاول، اعتقد خروف مصاب بمرض الجدري، وين البلديه؟ اعطوني اياه بعدين بروح على التقرير رقم واحد، اعطوني اياه. هذه تم حاله خاصه لهذا الجدري عند الخرفان. شوف شلون انتشر ولا ونشطه بعد. هذا حالة مرض اسمه مرض الجدري، الله يكفينا الشر. كم تاريخ اليوم يا تاريخ اليوم كم؟ اليوم 12. اليوم تاريخ 2/12. اليوم شنو؟ يوم الثلاثاء. يوم الثلاثاء 2/12/2014. هذا نوع من الخرفان للأسف مصاب. أتمنى من الهيئة العامة للزراعة إذا كان هذا المرض منتشر يجب البدء التحقيق فيه. أتمنى من البلدية تكون حريصة على هذا الموضوع، منا لمسؤولين البلدية، مسؤولين منا إلى الهيئة العامة للزراعة، وأتمنى يوم السبت يكون هناك في تواصل معهم حول هذا الموضوع. اتصال مع الأخ فوز التميمي.